السلام عليكم، مرحبا بكم احبائي حبيباتي. الفيديو ديال اليوم متنوع، ميل بريب متنوع، وجبات سهله وسريعه وفي متناول الجميع، صحيه في نفس الوقت، كاين ما يتشاف. اللي بغى يشارك معايا الميل بريب ديالي لهذا الاسبوع يبقى ما يمشي فيان. مرحبا بكم. بطبيعة الحال اول حاجه كنديرها هو انني فاش كنغسل الفواكه، فاش كنتقبض كنحيد لها مثلا الربيع، كننقي كل شيء، كننظمه في لي طابير باش نحافظ عليه طيله الاسبوع ونكون واجد. كما كتشوفوا الفريز، بلو بيري، كل شيء كنديرو في الطويصه ديالو. درت هنا هاد الاسبوع شوربه العدس، ها هي درتها لهم هنايا بالخضره، كلشي فيها، القرعه حمراء، خيزو، البويرو، الكرافس، والقرعه حمراء، والعدس، والقزبر، غير سكينجبير وملحه وزويته بلديه. كندير هذا العدس اللي كيجي مقشر، كيطيب دغيا دغيا، كنغسلو وكنديرو. دونك كل مره كل اسبوع شنو كنديرو؟ اليوم شوربه العدس، هاد الاسبوع شوربه العدس. بعد سويبا دزت ندير الكراتان ديال الكفته بالخضيره، كنديرها بالقريعه هنا كما كتشوفوا، راه حطيت لكم المقادير كامله اللي كتحتاجوا. تقدروا ديروا، توقفوا البانطايا وتشوفوا المقادير، سهله وبسيطه، اي واحد يديرها في ثواني. هذا الشيء علاش كنعتمد وصفات يكونوا سريعين وباش ما نجلسوش نهار كامل في الكوزينه. الطريقة سهلة، الدنجال كندير له المليحة وندوزو في الفران مع زويته، كندير شوية الفرماج، كنفرش الدنجال، والكفيتة كيما وريتكم راه عدلتها بالقريعة والبصيلة وتويمة، وكندوزها في المقلة كنشحرها، كنديرها من الفوق، كندير عاوتاني الدنجال اللي بقى. هذه كمية أنا وبنتي لأن اللي كناكلو اللحم، وندير لها شويه الناطا والفرماج وكنديرها في الفران حتى كتكراتينا كامله. سهله وبسيطه وكتجي لذيذه بزاف. وهنا اول حاجه للرونديلات ديال الميرلا في الطويجينه، كنشر من الحوت بالحامض، العطريه اللي كتبغيو نتوما اللي كتاكلو في الدار ديالكم. صافي، بصيله وفلافل طوماطيش، كنوجدو بواحد الطريقه سهله وكيجي لذيذ 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 للعشاء اولا للغدا. البنات هذه طريقه سريعه لتقطع البصله، الصراحه ما كتديش وقت بزاف، ومثلا نقطعوا جوج بصلات هكا رونديلات من بعد نفرتوهم، ديريها لكاع الماكله اللي غادي ديري، الصراحه عمليه بزاف.
كما كتشوفوا ندوزو نديرو طويجينا بالخضيره والطوفو. كنقطعوا الفلافل صغيره صغيره، البصله، انا حاطه لكم المقادير كامله اللي كنحتاجو، البطاطا، جليبينه والطوفو بيو كنشريه دائما، وكنقطعوا كل شيء صغير كنشحر مزيان وكنديروا طويجينا خضيرات صحيين متكاملين ولذاذين بزاف في الاكل. بعد درت هاد السلطياضو ديال الغامبا، هادي كتجي الغامبا مع سكوم وثومه خضره صغيره، كلشي مقطع مربعات صغيورين، كنديرهم حتى هما مشحرين بالبصيله والفلافل والثومه، كيجيو غزالين طورطيه للعشاء. انا كنحمق عليهم الصراحه، حتى بنتي كتاكلهم معايا مره مره، كنديرهم للعشاء كيجيو هكذا سراعين وصحيين وعشاء كيتوني حتى هو. وبطبيعة الحال الفلافل الخضراء والحمراء راه ما كتخطانيش، دائما كل اسبوع في كل تقضية ديالي كنشاركها معكم بانها خضرة ناقصة في الكربوهيدرات، يعني معتمدة في نظام الكيتو، دائما كنشويها كندوزها يا اما بهذه الطريقة بالقزبور والحامض والثومة، او لا غير مباشرة بالكمون والملحف في زويتة بلدية، كتجي رائعة. وهاد الاسبوع بغاو فطيره ديال التفاح، بطبيعه الحال تقدروا ديروها باي طريقه بغيتو وعلى اللي كيحبوا العائله ديالكم. انا بنتي كتبغيها بهالطريقه، دونك انا درتها بهالطريقه سهله وبسيطه. اللي عندكم تفاح خضر تفاح احمر كنحيدوا له العلفه، كنقيه وكنقطعوه الى شرائح، كندوزو في زبيده مع شويه ديال الفانيلا، شويه ديال القرفه، شويه ديال السكر البني، ومن بعد كندير له شويه ديال الزبيب و حتى كنخليه يتشحر مزيان، وكنديروا في هذيك لاباط فويتي ساهل ماهل كما كتشوفوا. المقادير راه خليتها لكم حتى هي مكتوبه. كما قلت لكم هذه الطريقه اللي كتبغي تاكلها البنيته ديالي، على داكشي كنديرها لها هكا. تقدروا تعمروها بالتفاح وتزيدوا لها لا كريم مثلا ديال البيض والحليب والفلان، تقدروا ديروا لها شوكولا، تقدروا ديروا لها اي حاجه بغيتوا ديروا. صافي هنا راني كندير الخبز ديالي كيطو، خلطت كلشي، البلودان مع الطحين اللوز، البسيليوم، جوج بيضات، شويه الزبده، خميره معجونه مذوبه في ماء سخون مليحه، شويه خماره وشويه ديال فلاكسيد، يعني داك البذور المهم الفلاكسيد هي لسان ما عرف شنو، لسان الحمال ولا ما عرف. المهم الخبز ديالي غنديرو هنايا في الماكينه يتعجن ونخليه يخمر، ومن بعد نديرو في الفران. صافي غادي نخليه يخمر. صافي هنا دزت ندير كيكه ديالي، البوستري ديالي ديال الاسبوع كيطوني بطبيعه الحال،
دائما كنشاركها معكم. رجعوا للقناة راكين بزاف ديال الكيكات اللي درنا لا انا ولا الاخت ديالي لطيفة، كيكات كيتونية 100%. طبيعة الحال كنرفق الكيكة ديالي مع لي موفين اللي كندير للعائلة ديالي، تا هما كنديرهم بالفواكه بلوبيري فريسا، انا كنوريها لكم. كنديرها لهم بالشوفان، راه شاركتهم حتى هما معكم. درت اليوم الصابور هذا ديال كيندر شوكولاتي. بطبيعة الحال إلا ذكرنا الكوزينة وذكرنا الطياب ذكرنا الروينة والغسيل الماعن، بالإضافة أنني كندير الغسالة كنغسل الماعن اللي صعابين هكا اللي ما كنبغيش نستعملهم في الماكينة. بطبيعة الحال كندوزهم بيدي، واللي فيهم لي دام راه كنديرهم كنستفهم تما في الماكينة كما كتشوفوا، بشوية بشوية حتى كنخلي الكوزينة ديالي دائما منظمة. الاطباق ديالنا هي هذه، اطباق متنوعه، كنحاول ما امكن نوزع الوجبات على الاسبوع، وجبات كيتونيه. بطبيعه الحال العائله ديالي اللي ما كيتناولوش وجبات كيتونيه. وهو هذا الفيديو ميل بريب، جاء على النهايه ديالو، فيديو متنوع فيه وجبات اسبوع صحيه كيتونيه. الى عجبكم شيروا له بلايك وما تبخلوش علينا بملاحظاتكم، ونخليكم في امان الله وش مبروكه، والى اللقاء بفيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس اللي كيبان لكم تما، وتهلاو لي فراسكم. مع السلامه.